اول حاجه من الطعم والريحه كلهم طعم، ده اساس ثلاث حاجات اللي تضاف منها جوده الطحينه. ده تصنيع الطحينه، اتحط السمسم خام، دي مرحله اولى اتحط السمسم خام في حوض اسمه حوض التحليل، من غير ما فيه السمسم لمده يوم كامل. بعد اليوم الكامل بنقوم مصفين الميه منه وتخش مرحله المقشره. مرحله المقشره بنسيبها فتره، بعدها نقوم فاتحين المقشره ونقوم مدسينها في ميه ملح. ميه في ملح ده بنسيبها نقعد نقلب فيها شويه، القشره بتنزل تحت والحبايه بتاع اللي هي الصافي بقى بتاع الطحينه البيضه بتطلع لفوق. نقوم مدخلينها بعدها حوض الحلايه. حوض الحلايه ده بنفضل نعمل ميه فيه ونصفيها ميه ونصفيها ميه ونصفيها عشان يضيع طعم الملح منها. وبعدها نقوم مدخلينها مرحله الفرن. بعدها تنزل لقبه السمسم بقى للتبريد بتاعها، وبعدها تخش مرحله الغربله. وبعدها تخش بعد الغربله بقى تخش مرحله الاكل بقى بتاعها اللي هو التطحين بتاعها والاكل. نشتغل بملح خام وبنغسل السمسم بطريقه نظيفه وصحيه وبتاع، بخلاف اللي احنا معانا شهادات تقديم من وزاره الصحه جامد بجوده الملح. انا كشخص بحب الاثنين، بس هو الاحمر فايده اكبر على يعني فايده اكبر من الابيض. بنظام اللي هو الاحمر بتاخد منه ثلاث فايدات، القشره والحبايه والزيت اللي جواها. الابيض بتاخد منه فايدتين، اللي هو الحبايه والزيت اللي جواها. بسيستم يعني نظام اللي هو الناس اللي بتحب حاجة مثلا اللي هي بتحب الطحينة البيضة، في ناس بتحبها على الأحمر، في ناس بتحب الأحمر على الأبيض. الطحينة البيضة عندي واصلة 40 جنيه، الحمرة 39، والزيت حار واصل ل 55 جنيه. التجار اللي هي بتبقى نفسها اللي هي بتعمل بتبيع البذر بتاع الزيت حار، بتبيع السمسم اللي بيتعمل منه الطحينه، هم اللي بيغلوا علينا الاسعار ومش عارفين سبب الغلوات ايه لغايه دلوقتي.